واستلمت المهمة وقلت للدكتور هعدي من الورطة دي، وبدأت الرحلة مع شادي المخرج المحترم يعني اللي أنا بعتز أنا اتعاملت معاه لأنه أمين على الورق، أمين علي أنا شخصيا، دافع لأن طلع أحلام عندي، ودي ثاني تجربة ليا معاه أنا سعيد بيها جدا وفخور، فخري بشغلي مع الدكتور يحيى قديم وثابت، وأي كاتب هيبقى سعيد بنشتغل مع الدكتور يحيى لأنه ده أعلى طاقة إنسانية ممكن تجسد عمل في مصر يعني ممكن يتكتب.